توكن أرابين توكن مسلمان فشكوبة تشيك ونه نطول شد تو ذات لي برسي فدو مفول فرتاسه يكون نار سي تشتي بفولي ما جوس أرابة فتا سي ما جوس أرابة كنا بونو بأنا مفلني ميوصان سي طالة تشتي شتو سي إفلت نجوز أرابة ونا سيكم سو جون أرابة نشكول أسن فاكولتات بيكم سو مشبي سي شبي أيوني كفردور شو نجي بيدة تيري صاد إن شاء الله فردور صاد أسن دنيا زوتت فشتو سي كنا هوفنا جون أرابة نشبي كنا فول ونا في جيشة سيكم سو بي بابا سيكم سو تنفني دي يامي كفول جون شيبن دمس كورينا كان كورينا كان بوغل كورينا تيرينا باتري جس نكو كان شبي أيون فا شتار Kosovës, e Shqipnisët, Macedonisët, të Liferveni, gjithë jënë kanë shpitalet, babestën, jënë kanë me të të netin, edhe më në kohën kanë fakultet të punu, gjithë jënë kanë gjithë të Kosovës, e Shqipnisët, Malëzi, Macedonisë, dishen për gjithë të na, se na lidhen me shqiptarë, kurse kena fast largë, po e kena kanë të afër pëjtine, me zemër mastari, e me shpirt, edhe me trup tonë, sa që jena këtë dënja zotët. Për shtufu kom qef tësh me shuhën të të libra vish të me gjus arabe. El anë të kellem bil lugë l'arabija, e leti ju ahsinu ha mëhet mërra aksar minë l'Albanija. Urid anë akullë el anë anë të kellem të bil Albanija, e të kellem el anë li men jarif l'arabija huna. Anë la të kellem bil Albanija wahed bil mëa, mëma të kellemu ha bil kama të kellemu l'arabija, e leti në shëtu fi ardhiha, wa ishtu bëjnë ahliha, وتعلمت فيها وعلمت فيها وأخرجت كتبي في بلادها والحمد لله 85 كتاب مطبوعة لهذا العبد الفقير آخرها هذا الذي بين يدي الدكتور رامي الزيكا وهو رقم 86 و136 مجلد الحمد لله ما أريد أن أتكلم عن نفسي اتركني فلذلك الآن أتكلم بالعربية لمن يعرف هنا العربية وسأتكلم بالفصحى لأنها لغة القرآن الكريم لمن يعرفها جيدا ولمن هو قريب منها ليعرف نعمة الله علينا جميعا أن نحسن لغة القرآن الكريم لغة كتاب الله لغة الشريعة لغة الشريعة الإسلامية لغة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أفصح العرب وأنا لي الشرف أن أكون ممن خدم العربية وعمل بها وخدم تراثها بعد والدي رحمه الله الذي كان أستاذي وكان والدي وكان صديقي هذه الكتب التي اخترتها 10 كتب فقط من أجل أن لا أطيل عليكم 10 كتب من هذه الكتب التي يحتوي عليها خزانة المشيخة الإسلامية في كوسوفا في بريستينا اخترت 10 من الكتب فقط لكي أتحدث عنها اليوم لا أكون مبالغا وأنا لا أبالغ في حياتي في أي أمر كان أنا زرت بلادا كثيرة واطلعت على كتب مختلفة في بلاد لا يعلمها إلا الله أغلبها وأكثرها في بلاد العرب وبعضها في تركيا وفي أوروبا وفي بلاد مختلفة وفي آسيا وفي طشقند كل في مرة من المرات ولكن والله الكتب التي موجودة في المشيخة الإسلامية في كوسوفا تكاد في بعضها لا يوجد لها ثانية في الدنيا في بعضها وأنا أعرف ما أقول وأقول هذا وأحترم كلامي بعض الكتب الموجودة في كوسوفا في بريستينا الآن ليس لها نسخة ثانية في الدنيا بكاملها وبعضها هنا أتحدث عنها لأول مرة وبعضها مخطوطات موجودة لها نسخ أخرى في بلاد أخرى ولكن النسخ التي في بريستينا أحسن من النسخ التي في البلاد الأخرى الله عز وجل أراد أن يكرم كوسوفا بهذه الكتب لتكون بين أيدي الناس وبين أيدي أهل العلم وأسأل الله أن يحول هذه الكتب من كتب مخطوطة إلى كتب مطبوعة يستفيد منها الناس في كل بلاد الدنيا أول هذه الكتب كتاب اسمه الدرر المنثورة شرح اللغة المذكورة تأليف أحد العلماء الأتراك الكبار اسمه أحمد بن محمد الشهير بالنقرة وكان من كبار علماء الدولة العثمانية في القرن 12 الهجري وهذا الرجل خلف هذا الكتاب في مصطلحات كثيرة يحتاج
يحتاج إليها العالم الكبير والطالب الصغير. شرح فيه ألفاظا لمصطلحات تاريخية وشرعية وأدبية ولغوية لا يستغني عنها العالم ولا يمكن أن يستغني عنها الطالب، فالعالم يستفيد منها والطالب يستفيد منها وجميع من يعمل بالعربية يستفيد منها. هذه الألفاظ في كتاب صغير لو طبع الآن وحقق لكان بحوالي 500 صفحة من الحجم العادي الذي نتداوله الآن. ولكن أنا طلبت من فضيلة الشيخ نعيم فرنانا رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا أن نفرغ طالبا للدكتوراه يعمل بهذا الكتاب من أجل أن نخرجه للناس لأول مرة، لم يطبع ولا مرة في الدنيا. هذا واحد من الكتب الأول منها. أما الثاني، أنا تكلمت هنا وإن شاء الله سأنشر هذه المقالة باللغة العربية وسأنشرها باللغة الألبانية في بريستنا وتكون بين أيدي طلاب العلم، وإن شاء الله نعطيها للأخ العزيز الدكتور رامي زيكا لينشرها هو أيضا هنا باللغة الألبانية. الكتاب الثاني الذي اخترته مشهور معروف ومطبوع قديما اسمه مقامات الحريري، ومن لا يعرف مقامات الحريري؟ مشهورة في كتب الأدب العربي على الإطلاق. هذا الكتاب له نسخة ممتازة كانت قديما موجودة بين عند الناس والآن لا يعرف مكانها، وهذه المخطوطة الموجودة من مقامات الحريري في بريستنا أفضل من جميع النسخ الموجودة لهذا الكتاب في الدنيا. أهمية هذه النسخة الخطية أن أحد العلماء اطلع عليها بعد وفاة كاتبها، فكتب عليها حواشي على هامشها. الآن سأعرضها على الشاشة وتنظرون إليها. كتب حواشي عليها بالغة الأهمية ترفع من قيمتها العلمية وتجعل لها قيمة عند الناس جميعا. هذا الكتاب الآن موجود نسخة خطية كاملة منه في مكتبة المشيخة الإسلامية في كوسوفا والحمد لله. ثلاثة، الكتاب الثالث كتاب هام للغاية للعرب والأتراك معا، معجم باللغة العربية يقابلها معاني هذه الألفاظ باللغة العثمانية القديمة. كتاب من خيرة ما وقعت عيني عليه من الكتب التي ترجمت معاني اللغة العربية لألفاظ مختارة ممتازة إلى اللغة العثمانية القديمة. وهذا الكتاب كامل تام ليس فيه نقص ولا كلمة واحدة من أوله إلى آخره. وهذا أسأل الله أن يكون الدكتور نهاد إن شاء الله بمعيته مخرج هذا الكتاب من اللغة العربية، لأنه يتولى العثمانية وأنا أتولى العربية إن شاء الله معا، ونخرجه لأول مرة ليكون بين أيدي العرب والأتراك معا وكلاهما سيستفيد منه إن شاء الله. الكتاب الرابع رسالة في آداب البحث وطرق المناظرة، رسالة في آداب البحث وطرق المناظرة، كيف يتكلم طالب العلم مع أستاذه، وكيف يحدث شيوخه، وكيف يتكلم ويحترم من سبقه في العلم ويتأدب معه غاية الأدب. هذا الكتاب يعلمنا كيف يكون سلوك الطالب مع الأستاذ، وكيف يعلم الأستاذ الطالب لكي يكون من بعده يكمل المشوار. كتاب صغير، رسالة لا تتعدى 50 ورقة، صدقا ليس لها نظير في أي بلد من البلدان، أنا لم أطلع على مثلها أبدا. كتاب يستحق أن ينشر وأن يكون بين أيدي الناس في كل البلاد وأن تترجم إلى لغات أخرى إن شاء الله. الكتاب الخامس كتاب شهير جدا في زمن الدولة العثمانية اسمه شرعة الإسلام. هذا الكتاب موجود له نسخ كثيرة في تركيا، أنا اطلعت على كثير منها، ولكن هذه النسخة التي عندنا في كوسوفا ليس لها نظير، لأنها أيضا وقعت تحت يد عالم فاضل فكتب شرحا على ألفاظها من جميع أو نواحي الكتاب، ولم يترك شيئا إلا وبين حاله وقدمه بأحسن صورة، فجاء الشرح أحد أفضل من المتن بالذات. لذلك هو أهميته في هذا الشرح المكتوب على هامشه وهو غاية في
فائدة لكل مشتغل بالعلم ولكل طالب شريعة الدنيا. الكتاب الخامس اسمه شرح الأربعين من سنن سيد المرسلين للإمام محمد بن المصطفى البركوي الحنفي العثماني، كان من علماء الدولة العثمانية الكبار. هو أيضا كتاب فقد بنسخه الممتازة في تركيا، وتحتفظ كوسوفا بنسخة تكاد تكون أحسن ما هو موجود إلى الآن من هذا الكتاب. هو أيضا في خزانة المشيخة الإسلامية في كوسوفا والحمد لله. الكتاب السابع كتاب اسمه المواهب الفتحية على الطريقة المحمدية. هذا الكتاب شرحه الإمام محمد بن علان الصديقي شرحا وافيا، ولم يترك شيئا من كتاب الطريقة المحمدية للإمام محمد بن نور علي المعروف ببركلي العثماني، لم يترك شيئا منه إلا وشرحه شرحا وافيا. فجاء الشرح غاية في الأهمية لكل محب أن يعرف ما معنى الشريعة الإسلامية. فالشرح لم ينشر ولا مرة، هذا الذي بين أيدينا، ونشر كتاب المؤلف المتن بالأساس مرارا في تركيا وفي غير تركيا، ولكن هذا الشرح لم ينشر ولا مرة واحدة. أرجو الله أن يهيئ له من ينشره. الكتاب الثامن كتاب شهير كل الدنيا تعرفه، ولكن أحببت أن أقول من شكر الله تعالى أن نذكر هذا الكتاب أيضا، وهو القاموس المحيط أبو المعاجم العربية كلها. أنا اطلعت على نسخ كثيرة من القاموس المحيط في بلاد مختلفة، لكن أستطيع أن أدعي أن هذه النسخة التي عندنا فيها من الفوائد والزيادات على النسخ الخطية الأخرى ما ليس فيها، ما ليس في نسخ تركيا ولا في بلاد الشام ولا في مصر للأسف، لسبب لأن هذه النسخ الخطية جاءت إلى هنا وبقيت محبوسة في المكتبات لا يعرف عنها أحد شيئا. ولو عرفها الباحثون الذين نشروا القاموس المحيط في مصر وفي لبنان وفي سوريا لجاءوا بهذه النسخة الخطية واعتمدوا عليها، لأن فيها فوائد وزيادات كثيرة ليست في المخطوطات الأخرى التي نشر الكتاب عنها. لذلك هنا أهمية هذا الكتاب، وهو مثل النار على العلم كل الدنيا تعرفه، ولكن تفتخر أنا أقول كوسوفا بأن يكون فيها نسخة خطية ممتازة ليست في البلاد العربية نظير لها. ماذا قال أحد الشعراء في وصف القاموس المحيط؟ قاموس المحيط كل الدنيا تعرفه، ولكن اخترت أبياتا لكي نعرف قيمة هذا الكتاب العظيم الذي تعلم به العرب جميعا وتعلم به المسلمون جميعا في بلادهم المختلفة على مدى قرون عدة كيف ينطقون بالعربية الصحيحة. قال أيا طالب أحد الشعراء، أيا طالب الكلام وأيا طالب لكلام العربي مبتغيا فيه نيل الأدب، عليك بهذا الكلام الذي ترقى من الفضل أعلى الرتب، وأجمع كل الورى أنه أجل تصانيف أهل الأدب، ولو أنصفوه إذا نمقوه لما خط إلا بماء الذهب، لو أنصفوه لما نمقوه لما خط إلا بماء الذهب، لقيمته الكبرى ولكل من استفاد منه في كل بلاد الدنيا من المسلمين والعرب لا غنية لباحث مهما كان شأنه عن الرجوع إلى القاموس المحيط. وكوسوفا اليوم أقول إن شاء الله تفتخر أن لديها نسخة خطية ممتازة من هذا الكتاب، أرجو الله أن يفيد منه الباحثون العرب والمسلمين وغير المسلمين أيضا في بلاد الدنيا كلها. الكتاب التاسع كتاب المواهب النبوية بالمنح المحمدية في السيرة النبوية، كتاب من خيرة ما كتب في السيرة النبوية على الإطلاق. هذا الكتاب ألفه الإمام القسطلاني أحمد بن محمد القسطلاني المصري المتوفى سنة 923 هجرية. هذا الكتاب لم يترك هذا المؤلف رحمه الله شيئا يتعلق بالسيرة النبوية إلا وذكره فيه صغيرا كان أم كبيرا، ثم شرحه إمام عظيم مصري أيضا اسمه الإمام الزرقاني. وعندنا في كوسوفا المواهب النبوية الذي أتحدث عنه في مجلد واحد،
وشرح الموائد اللجنية في 8 مجلدات ليس لها نظير هذه النسخة أيضا في بلاد مختلفة. هذا الكتاب شرح الموائد اللجنية مفرق في بلاد مختلفة، هنا جزء وهنا جزء وهنا جزء، وليس هناك نسخة تامة منه. الله عز وجل أكرم كسوف أن يكون فيها نسخة تامة لأول مرة ستكون بين أيدي الناس إن شاء الله. يعيننا الله ونخرجه هذا الكتاب من كسوف للناس جميعا يكون بين أيديهم. استسمحكم العذر، آخر كتاب هو العاشر بينها، كتاب كلنا بحاجة له أن نقرأه وأن نتعلم ما فيه، اسمه التذكرة بأمور الموتى وأحوال الآخرة. كيف هنا كاستي بدون فولا رشيبي ومش عربيست كيف هنا نويب الله ينمسو شو لما صان كي ليبري شو لما صان على طوريتي سيكا فوتر يتنتون ارفر يتنتون سينا شكونتا ارفر يتنتون سيكينا مشكونتا. كتاب لم يترك صاحبه شيئا إلا وتحدث عنه في أمر الحياة والممات وما بعد الممات والطريق الذي يوصلنا إلى الجنة إذا اتبعنا كلام الله، ويضيعنا في النار إذا مشينا خلف الشيطان الرجيم. هذه هي الكتب العشرة التي